بجد؟ اه تمام. اهلا يا عم سواء. اهلا ايه حضرتك، انت داخل في لايفي ليه؟ انا اللي هقول لهم اهلا وازيكم وحشوش وبعد كده اعرفهم عليك عشان انت دلوقتي كبرت. حاسك داخل هاجم في لايفي قوي بعد كده لسه مفيش فيوز اصلا. استنى انا مستني اهو يا ماسيو اهو. عد بقى عليا بقى الفيورز بتوعي بقى، عد بقى واحسدني بقى. مش عارف جاي تطلع معايا في اللايف عشان تحسدني. مساء الفل يا باشا. لو ساعات اسود ليه؟ مش عايز خلاص تطلع معايا كضيف، مستضيفك عندي فقط لا غير. هلو هلو، جايب لكم ماسي معايا في اللايف عشان ما بقالكم كتير ما شفتهوش، فقلت اطلعه معايا بقى اللايف ده. ايه اللي عورك كده في عينك كده؟ السكوتر بتاعي وقعت بالسكوتر؟ ايه؟ وقعت ولا دخل في ايه اللي حصل؟ احكي لنا الحكايه. وانا بنزل من على مكان عالي اقرا 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 اهو. السكوتر وحشتني يا مساميس. ايوه يا عم ايوه. وانا بنزل من على مكان عالي وبعدين جت وبعدين السكوتر وقع مني وبعدين طورت في عيني منه. لا حول الله. طب وانت كويس دلوقتي؟ خلي بالك بقى كده. حاطط لكم لينك الاغنيه يا جماعه. احنا قدامنا دلوقتي الساعه كام؟ فاضل ساعه ل 10 دقائق، ساعه بالظبط ال 10 دقائق وهتنزل الغنوه. انا محمد شاهين، اتنين وحوش باذن الله تعجبكم. واللينك بتاعها موجود اهو، حاططه لكم. شايفينه ولا مش شايفينه؟ اهو طلعته لكم اهو. ويا رب الاغنيه تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم. انا اتعودت كده هطلع لكم لايف قبل اي اغنيه، بتفائل بالموضوع ده وباذن الله الغنوه تعجبكم. والمره دي كمان لايف مش عادي، لايف معايا في ماسيو. أوه. صح صح. سلم على الناس يا ابني حبايبك يا ابني. اهلا. انت كده بتسلم؟ انت كده تخوف. اهلا. اوعى توريهم الشورت بس، حاول ما توريهمش الشورت. ايوه انزل كده لتحت شويه. ايوه اقعد كده استر نفسك. سلم يا ابني على الناس يا ابني. يا ابني سلم على الناس. اهلا. طنط دلال بتقول لك ميسي يقول لها ميسي تو. اكتب؟ لا تكتب ايه؟ قول لها ما هي شايفاها. تكتب ليه؟ ميسي تو. لينك الاغنيه موجوده يا جماعه، عايزكم الساعه 6 هجوم كاسح على قناه سلطان الشن، موجوده في اللينك ده. البريمير بتاعها موجود الساعه 6 بالظبط. تقول لهم الاغنيه اسمها ايه؟ اتنين وحوش. ده بيغنيها كمان يعني، بيقول لكم الاسم باللحن. ف6 ان شاء الله على قناه سلطان الشن، ويا رب الاغنيه تكون عند حسن ظنكم وتعجبكم. وهعرف رايكم بقى بعد ما الغنوه تنزل يعني على طول ان شاء الله. ربنا يخليك يا هدهد. اه طبعا عارفينك، ليك فانز اهو، عارفينك من وانت صغير. ايوه امال ايه انت فاكره ايه؟ يلا هسيب لكم اللايف ده هنا، حبيت بس امسي عليكم. وماسيو كان عايز يطلع يمسي عليكم صح؟ وان شاء الله الاغنيه تنزل الساعه 6. هستنى رايكم في كومنتس على قناه سلطان الشن على اليوتيوب، وباذن الله الاغنيه تعجبكم ان شاء الله. بس تقول حاجة قبل ما نقفل. أنا عندي يوتيوب شانل جديدة. نعم؟ إيه؟ عندك إيه؟ يوتيوب شانل. يوتيوب شانل؟ كم فيها إيه؟ بلعب فيها جيمنج.
انت جيمر بقى جيم. تعالي تعالي تعالي. لا خلاص بلاش ما نجيش. اعمل لك لايف لوحدك انت. حبيبي حبيبي احكي لهم يلا نقعد نقول لهم ايه بنقفل يلا بسرعه. واليوتيوب شانل اسمها مستر دوت ماثيو. ونشوفكم في الفيديو التاني. لو انتوا عايزين فيديو تاني انا ومينا اكتبوا في الكومنتس عايزين انا ومينا نطلع في فلوج تانية انا وهو. زي ما اقول لكم بالظبط كده. يلا الاغنيه الساعه 6 ان شاء الله ويا رب تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم بعد الاغنيه. ممكن اطلع لكم لايف تاني ان شاء الله.